مرحبا بكم. أعلنت أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني أنها ستستمر في معركتها من أجل الكشف عن حقيقة مقتله وكل من تنتهك حقوقهم في مصر. وأضافت محامية الأسرة في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين الإيطاليين في روما أن هناك نتائج مهمة توصلت إليها، من بينها أسماء المتورطين في خطف وتعذيب وقتل ريجيني. وقالت إن وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار كاذب في ادعاءاته بأن جوليو أرسل للقاهرة لأغراض أخرى غير البحث العلمي. كما استبعدت المحامية ألا يكون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على علم بالقضية. هذا وكانت السلطات الإيطالية قد أعدت لائحة اشتباه في حق 5 مسؤولين أمنيين مصريين في قضية مقتل ريجيني بالقاهرة. إن تحقيقاتنا التي بذلنا فيها جهدا كبيرا توجه أصابع الاتهام لعشرين عنصر أمن من ضباط وأفراد. نحن لن نغير مواقفنا القوية في هذه القضية. أود أن أخبركم ببعض هذه الأسماء، وربما أخطئ في نطقها، ولكن هؤلاء الأشخاص يعرفون أنفسهم جيدا. هؤلاء من الممكن أن يتم القبض عليهم في أي وقت، لأنهم متورطون في خطف وتعذيب وقتل مواطن إيطالي أوروبي. ريجيني تقابل مع محمد عبد الله نقيب الباعة الجوالين في مصر بغرض إكمال أبحاث له عن العمال والقضايا العمالية. هذا الشخص خانه وتواصل مع عقيد يدعى خاطر كمال وقائده اللواء محمد خلف واللواء صابر طارق والعقيدين هشام حلمي وآثر كمال والرائد مجدي شريف الذين أوكلوا له مهمة التجسس على ريجيني. ووزير الداخلية المصري آنذاك مجدي عبد الغفار كان يكذب عندما قال إن هدف ريجيني من بحثه كان مغايرا لما ذكره، كما أن هناك أشخاصا آخرين في الأمن الوطني مسؤولون عن الفبركة الإعلامية التي أعقبت الكشف عن مقتل ريجيني. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب هنا بضيفي في الاستوديو الأستاذ جوسيبي سكونيا ميلو، رئيس تحرير مجلة إيست ويست الإيطالية. مرحبا بكم أستاذ. أستاذ، قبل أن نبدأ في التفاصيل، 3 سنوات مرت على مقتل ريجيني، أين كانت العدالة؟ أين كانت أسرة المقتول؟ أين كان الإعلام الإيطالي؟ جمال خاشقجي ملأ الدنيا وشغل الناس في بعض الأيام. ريجيني 3 سنوات، ما هي المشكلة؟ أعتقد أنه عندما نتحدث عن حقوق الإنسان وقضية تعذيب، دائما وفقا للرأي العام هنالك حديث عن السياسة وهنالك حديث منطقي مرتبط بحقوق الإنسان. في الحكومة أيضا ثمة شرخ من هذا القبيل، وهكذا حصلت الأمور خلال السنوات الماضية. لدينا سالفيني وهو أحد القائدين للتحالف الأصفر والأخضر في إيطاليا. لدينا طبعا الألوان في إيطاليا لكي تنم الألوان عن الأحزاب السياسية. قائد الرابطة ذهب لمقابلة السيسي، وهذا ما يسمى بالريل بوليتيك، السياسة الواقعية. بينما قائد حركة النجوم الخمس دي مايو قال بوضوح أنه لا يتعين تطبيع العلاقة بين مصر وإيطاليا إذا لم تحل قضية ريجيني. إذن ضمن هذا الإطار هنالك مدعي عام بعد سنتين قرر أن نعم يتهم أشخاصا من المؤسسة المصرية، وهذه الحقيقة. بعض التقارير تقول أن الغاز المصري كان له دور في تأخير هذه القضايا. بعض الرشاوى التي قدمت لشركة إيطالية معروفة، لا أريد أن أذكر اسمها هنا، ما صحة هذه الأنباء؟ لا
كلا، ليس لدي دليل على أن هذا قد حصل بصراحة. مرة أخرى أعتقد أنه خلال السنوات الماضية ولسوء الطالع كان الوقت طويلا لأن التعاون لم يكن جيدا من جهة السلطات المصرية، وكما تعرفون الوضع السياسي كان ضبابيا بعد الربيع العربي، وطبعا الفترة التي عقبت مبارك، وبالتالي أعتقد أن هذا وصل إلى خاتمته، والآن الصورة أوضح، والقاضي الإيطالي قال قولته، وأعتقد أن هناك أخبار سترشح، أخبار إضافية خلال أرجو أن تبقى القادمة. معي أستاذ جو، أدعوك الآن إلى أن تتابع معنا ضيفا في القاهرة ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب أو في اسطنبول عفوا الكاتب الصحفي الأستاذ أبو المعطي السندوبي. أستاذ أبو المعاطي مرحبا بك، كيف تابعت الندوة الصحفية التي أقامتها أسرة ريجيني وتحدثت من أنها ستكشف الحقيقة وقالت من أن 20 مصريا متهما وبينهم لواء كبير؟ ده حقيقي، والرقم اللي قالته أسرة ريجيني لم تقل من نبت خيالها، لكن دائر الأرقام المتهمين من أجهزة الأمن المصرية سواء من جهاز الأمن الوطني أو من جهاز المخابرات الحربية اللي سلطات التحقيق الإيطالية توصلت لأنهم شاركوا في ارتكاب 3 جرائم، الأولى هي اختطاف وإخفاء ريجيني، الثانية هي تعذيب ريجيني، الثالثة هي قتله خارج القانون. فهذه 3 جرائم توصلت التحقيقات الإيطالية بالتعاون مع بعض أجهزة المخابرات، وأيضا من خلال بعض التحقيقات اللي أجروها في القاهرة بموافقة السلطات المصرية بعد مقتل ريجيني واكتشاف وجود جثته على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي يوم 3 فبراير 2016، قدرت انها تحدد هذه الشخصيات ودورها الحقيقي في ارتكاب هذه الجرائم. فهنا ال 34 شهر اللي مروا منذ مقتل ريجيني في اكتشاف جثته في واختطافه يوم 25 يناير 2016، التقى النائب العام المصري بالمدعي العام روما 5 مرات. وخلال هذه 5 مرات كان آخرها اللقاء الرسمي الذي تم بينهما في القاهرة في ديسمبر 2017 العام الماضي، وقدم خلاله رئيس مدعي العام روما قائمة ب 11 اسم من أسماء رجال الأمن ورجال المخابرات، وطلب من النائب العام المصري نبيل صادق أن يقوم بالتحقيق معه، فوعده بأنه سينتهي من التحقيقات معهم على نهاية هذا العام اللي هو المفروض ديسمبر هذه السنة. فعندما ذهب مساعد المدعي العام لروما سيرجيو كلياتكو إلى القاهرة في يوم 27 نوفمبر الماضي للقاء النائب العام المصري لمعرفة ماذا توصلوا إلى التحقيقات مع ال 11 اسم اللي سلمتهم سلطات التحقيق الإيطالية إليه، فاكتشفوا أنه لم يفعل شيئا على الإطلاق، ولم يحقق مع أحد، ولم يقدم لهم أي نتائج تحقيقات. هنا لأول مرة لهذا التحقيق الإيطالية تكتشف أن هناك السياسة التي تقف وتمنع مسار العدالة والوصول إلى المتهمين الحقيقيين، لأن هؤلاء المتهمين كلهم ما زالوا يعملون في خدمة هذا النظام، المتهم بالإخفاء القسري، والمتهم بالتعذيب، والمتهم أيضا بممارسة القتل خارج القانون وفق كل المنظمات الدولية. أستاذ أبو المعاطي أرجو أن تسمح لي سأعود عليك، ذكرت معلومات مهمة، هذه الإفادة أيضا لحاطم مهمة جدا، أرجو أن تسمح لي أعود إلى الأستاذ ضيفي الأستاذ جو في هنا في الأستوديو. أستاذ جو، يعني أسرة ريجيني تطالب ب موقف حاد ضد القاهرة، تقول أنه توفي تحت التعذيب،
كل الروايات المصرية مفبركة وكاذبة. جماعة حقوقية قالت إن أثار التعذيب تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته. ما الذي تكون لديكم كإعلاميين، كرأي عام حقوقي في إيطاليا؟ كيف يرى الإيطاليون هذه المأساة؟ أعتقد أن هنالك تسليط للضوء على هذه القضية، وهنالك انتهاك لحقوق إنسان وتعذيب 8 أيام عانى فيها الأمرين بسبب التعذيب. لا يمكن أن تكمم الأفواه ولا يمكن أن نصمت. وبطبيعة الحال يمكن أن أتحدث عن هذا الأمر في موازاة قضية خاشقجي، حيث ثمة استخدام للتعذيب بلا فائدة لقتل شخص في هذه الحالة الجديدة، وهذا بطبيعة الحال انتهاك لحرية الصحافة. وعندما حصلت هذه القضية فإن الرأي العام لا يمكن أن يكون صامتا ولن يصمت. نذهب الآن إلى القاهرة، ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة المحامي الحقوقي أسعد هيكل. أستاذ أسعد، هذا التجاذب المصري الإيطالي في مقتل ريجيني والمعلومات الجديدة التي أضافتها أسرة ريجيني محاوميته، كيف استقبلتم ذلك في القاهرة؟ هل من رد، من موقف عقب ما قالته أسرة ريجيني في القاهرة؟ يعني خلينا في البداية نجدد أو نكرر يعني تعازينا لأسرة الشاب الإيطالي ريجيني، ونبين بالتأكيد هذه الجريمة البشعة التي وقعت هنا في مصر. وفي ذات الوقت أيضا نقدر في الحقيقة موقف هذه الأسرة ونتعاطف معها ونؤكد على حقها في الوصول إلى قاتلة الشاب. لكن نحن استمعنا في الحقيقة يعني خلال هذا المؤتمر الذي عقد اليوم إلى هذه الأسرة وإلى الأستاذة ألكسندرا المحامية الأسرة. نعم. يعني كما نقول هو استماع من جانب واحد، وأنت تعلم أن هناك تحقيقا يجرى هنا في مصر يقوم به مكتب النائب العام المصري بالتعاون مع النائب العام الإيطالي. نعم. ولعلي هنا أذكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب العام المساعد المستشار مصطفى خاطر والذي كشف فيه عن أن الطب الشرعي المصري، مصلحة الطب الشرعي المصري في تقريرها كشفت عن أن ريجيني تعرض لتعذيب وعددت هذه الإصابات فيه، أي أن مصر كانت صداقة في كشف هذه الجريمة وفقا لما جاء في هذا المؤتمر. وبالتالي يعني بالتأكيد وأنا أستطيع أن أؤكد أن الدولة المصرية أستاذ وسلطات التحقيق بها يهمها الإعلان عن المتهمين. أستاذ أسعد، يعني النظام المصري يتحدث عن الجريمة، الجهات الحقوقية النيابية تتحدث عن متهمين أمنيين مصريين في المخابرات ورجال الشرطة المصرية، واليوم كانت ذكرت 5، ثم اليوم أسرة ريجيني تكشف 20 شخصا وبينهم لواء. المشكلة أن جهات أمنية. يا أستاذ محمد أنا أشيرك في هذا التوصيف. نعم. يعني توصيف المتهمين ده توصيف غير دقيق. يعني هو ما أنا أنقل لك ما قالته الأسرة أستاذ هي أسعد، أنقل لك ما قالته أسرة ريجيني وما قالته المحامي، هذا ليس من عندياتي، أنقل لك الخبر كما جاء. نعم. هي تتحدث يعني كما تشاء، هي تتحدث من جانب واحد، لكنك لم تستمع بعد إلى سلطات التحقيق المصرية، ولا وأنا وأنت لا نعلم والكثيرين لا يعلموا تفاصيل عن هذا التحقيق. التحقيق يجرى في سرية تم وقليل من المعلومات التي تتكشف، حتى أن المحامية اليوم حينما تحدثت هي لم تتحدث في أدلة، يعني لم تتحدث في أدلة قاطعة بنسبة اتهام معين إلى المتهمين بلغة القانونيين. لكن أستطيع أن أقول أنه في ضوء الزيارات المتبادلة كان هناك بالفعل طلب من السلطات الإيطالية بالاستماع إلى أقوال بعض المعنيين الأمنيين. لكن في إطار الجريمة نفسها تسيء في الحقيقة للدولة المصرية، ولا مصلحة تعود على الدولة المصرية من هذه الجريمة التي كشف عنها في يوم زيارة وفد إيطالي إلى مصر، اضطرت وقتها وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى قطع زيارتها. جريمة أفسدت في الحقيقة العلاقات الإيطالية المصرية وأثرت عليها. وخلينا أذكر بشيء هام جدا، أن الرئيس السيسي ذاته تعهد في الحقيقة
بتحديد ومعاقبة من أقدموا على قتل هذه الجريمة، تعهد مرتين. نعم. مرة عقب ارتكاب الجريمة بأشهر يسيرة، ومرة منذ 3 أشهر تقريبا حينما قال أن. ولكن ثلاث سنوات مرت والحقيقة نائمة. شكرا جزيلا لك في القاهرة الأستاذ المحامي والحقوقي أسعد هيكل. أعود إلى اسطنبول الأستاذ أبو المعاطي. يعني 5 مواطنين مصريين قتلوا بزعم أنهم قتلت ريجيني، تواعد من الرئيس السيسي بأن أنه سيظهر القتلة وسيحاسب من قتل، ولكن كما قال وزير الداخلية الإيطالي إن مرور 3 أعوام على مقتل ريجيني في القاهرة كافية للكشف عن الحقيقة. أين الحقيقة؟ لماذا تأخرت؟ لأنه الحقيقة كشفها يعني توريط هذا النظام السياسي بقيادة السيسي في الكشف عن مئات بل وآلاف الحالات من الإخفاء القسري للمصريين، ومن التعذيب للمصريين، ومن القتل خارج القانون للمصريين. وهذا النظام ورأسه والمجموعة الذين يحكمون الآن يدركون تماما أن الكشف عن قتلة ريجيني سيكون كما ذكرت الخيط، فسيجر بالتالي إلى الكشف عن كل من قتلوا أهلنا في مصر من ضباط شرطة وضباط مخابرات، من أخفاهم قسريا بالسنوات وحتى الآن لا يظهرون، من عذبهم، وكل المنظمات الدولية منتظرة هذه اللحظة، لأن قضية ريجيني لم تعد قضية ريجيني، هي تعد قضية آلاف من المصريين عانوا وقتلوا وعذبوا وتم اختطافهم مثلما حدث لريجيني. لذلك لم يكن غريبا ان ام ريجيني باولو قالت كلمه باللغه الايطاليه، قد يكون الزميل اللي موجود معايا في الاستوديو فاكرها كويس لانها كانت تتردد بقوه في ايطاليا، ان امصاتكم شفوسي والايجيبسيان لقد قتلوه كما لو كان مصريا. هذه الجملة قالتها أم ريجيني بدليل على أنها أدركت أن كشف الحقيقة عن مقتل ابنها سيكشف الحقيقة ويساعد آلاف من الأسر المصرية. لاقى أبنائها نفس المصير الحزين لجيل ريجيني. شكرا جزيلا لك في اسطنبول للكاتب الصحفي أبو المعاطي الشندوبي على مشاركتك ومعذرة على المقاطعة. أستاذ جو، يعني الحديث من أن هناك كذب، إنكار، تماطل، كيف تسمون الموقف المصري الآن؟ في أي خانة تضعونه وأنتم تبحثون عن الحقيقة؟ أعتقد أنه وكما قلنا سابقا أن الرأي العام يمارس ضغوطا على المؤسسة، بيضغط على المؤسسة، والرأي العام الآن أقوى مما كان عليه الحال منذ 20 سنة. أنا أتحدث عن الإنترنت، أتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح لأن يلعب الرأي العام دورا على المسرح الدولي. لذلك ليست هناك مصالح تجارية، ليس هناك مصالح استثمارية يمكن أن توقف باعتقادي المدعين لكي يستمروا في عملهم لكشف النقاب عن الحقيقة. الحقيقة مستمرة، ولكن ربما كيف نبدأ، من أين إعلاميا، ما هو المطلوب حقوقيا، ما هو المطلوب أيضا؟ أعتقد أنه يتعين علينا كإعلام أن نتابع أنشطة المدعي العام الإيطالي عن كثب، وهذا هو مفتاح مساعدته ومساعدتنا جميعا لكي نكشف النقابة عن الحقيقة لجهة ما حصل في القاهرة منذ 3 سنوات. هذا هو دورنا، أن نرصد ونمحص ونتأكد وأن نضع هذه القضية على الصحف الأولى أو الصفحة الأولى من صحفنا. شكرا جزيلا لك الأستاذ جوسيبي سكونيا ميليو، رئيس تحرير صحيفة إيستا الإيطالية.